السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيديو النهاردة ان شاء الله هنجرب مع بعض الرز البسمتي من سبينس، كنا جايبينه مع بعض في فيديو المشتريات. طبعا الرز البسمتي ده ابيض مش ذهبي، فهنجربه مع بعض كده ونشوف الرز بتاع بسمتي بتاع سبينس كويس ويستاهل فعلا ان احنا بعد كده نجيبه في المشتريات الشهور اللي جاية، ولا هيطلع وحش زي رز ريحانة ما كنا جايبينه في شهر من الشهور وطلع سائق جدا. فهنجرب الرز بتاع سبينس كده ونشوف طريقته، وهنقول النتيجة في الآخر أخبارها إيه. يلا بينا نخش مع بعض على المقادير ونشوف هنعمله إزاي. نبتدي أول حاجة كده بالتوابل الصحيحة. معانا أول حاجة كده عرق الدهب. عرق الدهب ده جميل جدا والنكهة بتاعته مميزة وموجود عند كل العطارين، ريحته أصلا جبارة. ومعايا هنا كبيبة صيني وثلاث فصوص مستكة، ومعايا كيس التوابل اللي كنا شارينه مع بعض في المشتريات، ممكن تستغني عنه بمكعب مرق الدجاج. ومعايا فصين حبهان، ومعايا هنا لومي وقرفة خشب وينسون نجمة، ومعايا خلنجان صحيح. طبعا أنا عايزة بس الخلنجان الرفيع، يا ريت القطعة الكبيرة استغنى عنها في الوصفة دي. وعايزة ورق لورا. دي كده بالنسبة للتوابل الصحيحة. معايا هنا كمان بصلة كده انا مقطعها على ايدي، مش عايزاها مبشورة عشان مش عايزاها تنزل المية بتاعتها. وده زبيب. الزبيب ده انا نقعته في مية مغلية وسبته كده حوالي نص ساعة او ساعة، ودي المية بتاعته مش هرميها، هستخدمها طبعا وهسقي بيها الرز لان بيبقى فيها نسبة سكريات، وانا هبقى محتاجة المية دي، هتنكه لي الرز هيبقى طعمه حلو جدا. معايا جزرة هنا كبيرة مبشورة، ومعايا معلقة سمنة نباتي، دي سمنة نباتي مش سمنة بلدي، ممكن تستغني عنها بالزيت العباد برضه هتبقى كويس وهتمشي معانا بالوصفة. اهم حاجة في الرز البسمتي ان احنا ما نزودش المادة الدهنية بتاعته. وده طبعا الرز البسمتي بتاعنا. ومعانا هنا بهارات الجرام مصالة موجودة عند كل العطارين، مفيش حد دلوقتي ما بيجيب هاش اي عطار هتلاقيها عنده، دي بهارات الجرام مصالة بس انا حطاها في ازازة الضحى. ومعايا هنا لون زعفران مش متوفر عند حضرتك او ما لقيتوش عند العطار، اي لون سائل من شركة دوبيلا، الازازة بعشرة جنيه لون اصفر. ومعانا طبعا الملح، ومعانا هنا المصفى اللي هنبتدي نشتغل فيها. اول حاجة طبعا هعملها ان انا هبتدي اغسل الرز البسمتي بتاعي. عاير كده كوبايتين، انا عارفه طبعا المعيار، فانا مش محتاجه ان انا اعاير بكوبايه، انا عارفه الكوبايتين هنا في المصفى دي هيبقى عيارهم قد ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده. بصوا بقى يا جماعه الرز اهو، هحاول اوريه لكم. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بصوا هنا بيميز الرزه دي ان هي خفيفه وشفافه، واحسن رز بسمتي تعرفيه ان هي تبقى الرز خفيفه كده، تبقي حاسه ان هي شفافه وخفيفه، انما الرزه المكتومه تعرفي ان هي هتطلع وحشه جدا، مستويه من بره ومن جوه محصوله. طيب هنبتدي بقى نغسل الرز ده وهنشوف الخطوات اللي هنعملها. خلاص بقى انا سبت الرز بتاعي مغسول وسبته يتصفى كويس جدا من الميه بتاعته. انا ما بنقعش الرز البسمتي خالص. بصوا كده انا خدت حته صغيره جدا من السمنه، يا دوبك على طرف المعلقه، انا مش محتاجه اكتر من كده، مش عايزه كميه سمنه كتيره لان ده غالبا ما بيبوظ الرز البسمتي. تمام هنسيب بقى السمنه دي تسيح وتسخن كويس قوي، والحله تسخن عشان هبتدي انزل عليهم بالثلاث فصوص المستكه. هبتدي انزل بالثلاث فصوص مستكه وتسيح كويس جدا اهو. خلاص كده سحوا معايا كويس جدا، هبتدي انزل بالجزر. بسم الله الرحمن الرحيم. ادبل بقى الجزر كويس جدا. تمام هبتدي بقى اشوح في الجزر لحد ايه ما يدبل معايا الجزر. دبل معايا كويس جدا، هبتدي انزل بالتوابل الصحيحه كلها اهي، كل التوابل الصحيحه هبتدي انزل بيها على الجزر واقلب تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحتي طبعا التوابل الصحيحه بدات تطلع. هبتدي انزل بالكوبايه الميه اللي احنا كنا ناقعين فيها الجزر، اسفه الزبيب اهو. في المرحله دي بقى هبتدي افك كيس التوابل بتاعتي، او احط زي ما اتفقنا مكعب الماجي اهو، مكعب الماجي او كيس التوابل. بس التوابل الكامله دي ميزتها ان هي يعني فيها نكهات متميزه ومختلفه، هتدي طعم كويس جدا للرز. هبتدي بقى انزل ببهارات الجرام مصالة. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. وهنزل باللون الزعفران اهو. خلي بالك اللون الزعفران تاخدي منه طرف المعلقه، ما تاخديش كتير لان هو بيلون يعني الوانه غامقه. تمام اهو كفايه ده كده، او تستخدمي الوان الالوان السايله بتاعه الدوبيلا. هبتدي بقى كده اقلب اقلب، معلقه صغيره كمان ملح.
دي انزل بالرز بتاعي اهو مغسول، بس المرحله دي انا عايزه تشويح تشويح تشويح، عايزه الرز البسمتي بتاعي اعلي النار وبقلب الرز البسمتي مع الخلطه اللي انا عملتها دي، عايزاه يشرب الميه دي كويس جدا جدا، واتاكد ان كل حبه رز شربت الميه وبدات كمان تتشوح. خلاص بقى هبتدي انزل بالميه المغليه. مقدار الميه هيكون ايه؟ انا مثلا هحط كوبايتين رز بسمتي، هحط برضو كوبايتين ميه. وكمان ما تنسوش ان احنا سقينا الرز في الاول بنص كوبايه، بالكوبايه الميه اللي هي العائد اللي بتاع الزبيب، العائد بتاع الزبيب ده بقى هيدي طعم جبار للرز. بصوا يا جماعه، هو كل اللي بيطبخوا الرز عامه بيقوموا مغطيين الرز، انا عن نفسي ما بغطيش الرز البسمتي، ما بيحتاجش خالص ان هو يتغطى، هو بيحتاج بس يستوي على نار متوسطه مش نار عاليه ولا هاديه، لان الهاديه هتعجنه والعاليه هتخليه يستوي من بره ومن جوه لسه ني، فانا يعني هخلي النار متوسطه، ومن حين لاخر كده ابتدي اديله تقليبه كده من غير ايه ما افعصه اهو زي ما انتم شايفين كده، واسيب بقى الرز يستوي كده وانا مش مغطياه. انا نقلت بقى الحله بتاعتي على العين اللي هناك دي، عين هاديه كده شويه، سبته خلاص يستوي مع نفسه، وفي نفس بقى جبت طاسه تيفال، في نفس الوقت حطيت طاسه تيفال واحط فيها كده معلقه سمنه كبيره شويه يعني متوسطه، برده احنا متفقين ان احنا ما نكترش قوي، يعني ده بكفايه قوي بالنسبه للرز. ابتدي كده اسيحها وانزل بيها بالبصله بتاعتي، حطيت على البصله رشه فلفل اسود ورشه ملح. بصوا بقى الرز ازاي بيستوي بقى على نار هاديه، شوفوه كده هيستوي كويس جدا، وزي ما احنا متفقين من حين لاخر هنديله تقليبه كده بالخفيف من الجوانب، هو كده بيستوي ما تقلقيش خالص، او مكشوف او مكشوف، واسمعي الكلام صدقيني هيطلع معاكي ناجح جدا. في نفس الوقت خلاص البصله بتاعتي بتتشوح، اول ما هتدبل هنزل عليها بالزبيب. خلاص كده البصله بتاعتي دبلت كويس جدا ولونها بقى ذهبي، هبتدي انزل عليها بالزبيب اللي انا كنت نقعاه، تمام. واهم حاجه في الزبيب ده ان هو يكون منقوع. خلاص كده عندي الزبيب والبصل اتشوحوا كويس جدا، هبتدي انزل، او خلاص الرز هنا شرب ميته وبدا يتفلفل، في المرحله دي هبتدي انزل عليه بالبصل بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. واقلب الخليط ده كويس جدا. خلاص كده انا قلبت الرز بتاعي كويس جدا بالبصل بالزبيب بكل الخلطه والتوابيله اللي انا عملتها له، هسيبه بقى على نار هاديه خالص لحد ما الميه بتاعته تنشف تماما ويبتدي بقى كده يفلفل معايا. طيب الرز بتاعنا خلص بقى، هنبتدي نغرفه في طبق التقديم. بسم الله الرحمن الرحيم، طعمه حكايه. رز سبانسي كويس مش وحش، جميل جدا جدا، ومن الحاجات اللي هعتمدها ان شاء الله في فيديو المشتريات، وهتشوفوها ان شاء الله في الاشهر اللي جايه.